باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بعد 4 مرات بنتكلم عن الإدانة، تعالوا النهاردة نقدم روشتة سريعة وعلاج للإدانة. أول علاج قالهولي المسيح، اخرج الخشبة أولاً من عينك. يعني بدل ما تبقى مشغول إنك تنظف إنسان أو تحميه، خش أنت استحمى الأول من الريحة الصعبة اللي طالعة مني. يعني أنا لو كل يوم بتوب عن خطيتي زي ما قلنا امبارح وبطلع الخشبة من عيني، مش هبقى فاضي أبص على خشبة حد. على فكرة في مثل فلاحي أو يعني من المجتمع المصري حلو قوي، بيقولك مفيش حد في بيته ميت بيعزي في جاره، مفيش حد في بيته ميت بيعزي في جاره. يعني أشوف ميتي الأول، فأنا قاعد حزين على ميتي، لكن في حد يبقى عنده ميت ويروح يعزي واحد تاني؟ الحقيقة مش مفهومة. طب المعنى ده كده إيه؟ لو أنا شايف خطيتي وبقدم عنها توبة، صدقوني ما هيبقاش عندي أي وقت في حياتي إن أنا أشوف خطية أي إنسان، بس أنا مش شايف خطيتي ولازم أشوف خطيتي ولازم أبتدي حياة توبة قوية كل يوم. حاجة تانية، علشان أنا أنجو من الإدانة، حاول تهرب من مجلس الإدانة. طيب تهرب إزاي؟ هقولك كده كام نصيحة. أول حاجة، حاول تستر وتدافع عن الإنسان اللي بيدينوه، لما حدش عارف ظروفه، كلنا تحت الألام، كلنا تحت الخطية، ربنا ساتر علينا. فرضا بقى كان الطيار عنيف، اسكت أنت، أنت ما تعرفش ده إيه وما تعرفش أنت إيه، يبقى نمرة واحد حاول تدافع عنه. 2، حاول تغير الموضوع، ادخل بحكاية وقولهم على فكرة وأنا جاي النهاردة، وتقول حاجة حقيقية مش حاجة كذب، يعني كنت في أوتوبيس وحصل كذا كذا كذا، أو كنت واخد تاكسي وحصل كذا كذا كذا، غير الموضوع. اللي عنده حس روحي فيهم هيلقط إنك أنت بتحاول تغير الموضوع وهيسيرك عشان مش عاوز هو يكمل إدانة. طب فرضاً ما نفعتش 1 و2، لا دفعت عنه ولا إنك أنت غيرت الموضوع، تعمل إيه؟ من فضلك قوم واهرب وما تكملش قاعدة. من فضلك خلي عندك قوة شخصية، لأنك أنت لو قعدت في الإدانة واشتركت فيها بالسمع كأنك تعلن لله موافقتك على اللي بيحصل، فبقيت أنت جزء من الإدانة دي. قوم 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 وغير المكان. أنا أعرف ناس كانت بتعمل كده حتى في أشغالها، أول ما لاقي نميمة أو إدانة يقولهم أنا هستأذنكم. مع الوقت فهموا وقالوا خلاص طول ما أنت قاعد مش هنجيب سيرة حد. يعني الإنسان الروحي ممكن بأكتر من أسلوب وبالقوة اللي بيديها له ربنا يفرض أسلوبه على الجو اللي حواليه. 3، وده علاج حلو قوي، افتكر ستر ربنا عليك، وافتكر انك انت لما تبتدي تفضح اخوك وتتكلم عنه انك بتعرض نفسك انك ممكن تفضح في يوم من الايام. مش ربنا ساتر عليا وعليكم؟ انا حكيت لكم دي قريب قوي، وقلت لكم ان مره قداسه البابا شنودة المتناح في احد عظاته قال لما كان بيتكلم لأنه سترنا وأعاننا، فبيقول إيه؟ بيقول أنا عاوز أتخيل حاجة، لو ربنا سمح إن في ملاك ينزل دلوقتي يكشف خطايا كل إنسان فينا للي حواليه، مين فينا هيستنى في الكنيسة؟ مين فينا هيستنى في الاجتماع؟ ولا واحد خالص. ليه؟ لأن كلنا عندنا اللي بنحاول نخبيه. فإذا كان أنا عندي حاجة بحاول أخبيها وكل يوم بشكره ان هو ساتر عليا، ازاي ما استرش على اخويا وازاي اتكلم عليه؟ علشان ما اطولش عليكم، اخر حاجه افتكرها، لا تدينوا كي لا تدانوا. مش احنا قلنا ان من خطوره الادانه انك هتوقعني انا في الدينونه الابديه؟ طب اذا كنت انت خايف من المنظر بتاع الدينونه، استقف الملائكه وتفتح الاسفار وتكشف الأعمال، أي إدانة تكون إدانتي أنا، الحق من دلوقتي واعمل حساب وقفتك قدام المسيح. قصة حلوة قوي، إن يقولوا إنه كان في راهب متواني ومكسل في حياته الروحية، وقبل ما يتنيح لقوه متهلل بالروح، فواحد قال له يا أبي لعلك رأيت رؤيا، فشاور براسه، قال له شفت ملاك ربنا ماسك كل خطاياي من ساعة ما مسكت الدير أو جيت الدير. قال لي عارف دي؟ قلت له آه دي خطاياي. وبعدين أنا رديت عليه وقلت له كده،
قلت له لكن ليكن الله صادقا، المسيح قال لا تدينوا كي لا تدانوا، وأنا بالرغم من تقصيراتي في التسبحة والأداديس عمري ما أدنت أي أخ في البرية من ساعة ما جيت. ويقول للوقت الملاك مزق كل الخطايا بتاعتي، يعني هو دخل السماء لأنه ما وقعش في خطية الإدانة مرة واحدة. فخلي بالك من دينونة ربنا، لأنها دينونة صعبة قوي للي ما رحمش وأدان أخوه. ربنا يديني ويديكم حياة الستر، وحياة إن كل واحد يدور في دفتره ما لوش دعوة بخطايا أخواته. نكمل بكرة. آمين.